نقعد معاهم حضرتك وهنسكنهم هنا هنسكنهم في الاماكن الامنه. مين محتاج تعديل نعمله الاول؟ لا مش حليل مش ده بس لكن ده اخر واحد ده الضهر لكن انا بس حضرتك ده لكتو بس يعني ظهره نفس الكلام باب وكده يقدر يفتح الاثنين يقدر يفتح ممكن نشيل حته خالص لو عايز ضم يعمل مدخل ما عندناش عمد يا برنس هو كرتاد ايه؟
خليفه.